تمام كده يا جماعة، تسلم إيديكم. تمام، نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أحب أنوه يعني إن البرزنتيشن ده كبير جدا، فاحنا حاولنا نختصر فيه على قد ما نقدر يعني. ففي أجزاء هنمر عليها سريعا اللي هي مذكورة بشكل مختصر، وأجزاء هنقف عندها شوية يعني. في البداية الصوت كده واضح، نعلي نوطي. واضح دكتور، من الصوت واضح. تمام. سريعا كده هنتكلم عن الـ respiratory functions في العموم. هم يعني ثلاثة main functions هيدور حواليهم معظم التستس اللي هنعملها وحتى الديزيزز يعني. الـ functions دي هي الـ ventilation طبعا عشان توصل الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون، والـ perfusion وعملية بقى الـ gas exchange ما بين الـ air والـ blood. طيب كل جزء من الفانكشنز دي هبقى محتاج ان انا اقيسها عشان اعمل اسسمنت للنج فانكشن. هنبدا اول حاجه بالفنتيليشن، ودي بنقيسها وبنقيس الفانكشن دي عن طريق حاجه اسمها اللنج فوليومز، ودي يعني كميات فيزيائيه. ف يعني نركز مع بعض في الجزئيه دي وبعد كده هنمر سريعا ان شاء الله يعني. اللنج فوليومز دي في الاول بتتحسب او بتتقاس بجهاز اسمه البليسيزموجرافي، وده مختلف عن السبيرومتر اللي هنتكلم عنه بعدين. الجهاز ده البيشنت او البيرسون يعني بيقعد جواه في اير تايت سيل هوم زي ما هي باينه في الصوره كده، ويبدا يعمل ريسبيريشن من الجهاز اللي قدامه ويتسجل في ريكورد. وده مختلف عن السبيرومتر لانه بورتابل ومش محتاج اقعد في مكان زي كده يعني. طيب بيرسم لي ايه بقى الجهاز ده؟ الكيرف اللي بيطلع بيبقى انا برسم علاقه ما بين التغير في الحجم فوليوم والتايم والوقت. النورمال ريسبيريشن في الظروف العاديه بيحصل انسبيريشن واكسبيريشن، وبيبدا يرسم لي الكيرف ده اللي ماشي بالازرق ده، وده بنسميه التايدال فوليوم. كلمه تايدال دي جايه من مد وجزر يعني. التايدال فوليوم ده او الريسبيريشن ان تايدال فوليوم ده كافي للعمليات الحيويه في الظروف العاديه اللي ما فيش فيها اكسرسايز، ما فيش ديزيز، ما فيش ريستريكشن للموفمنت بتاع اللنج. طيب انا اقدر اخد واتنفس كميه اكبر من التايدال فوليوم؟ طبعا اللنج فيها جزء اكسبنسبل اكتر من كده. بنسميه بقى الجزء الزياده اللي صاعد فوق الكيرف الازرق ده الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اللي هو يعني الاحتياطي بتاع الشهيق. من نهايه الطايده الفوليوم لحد التوتال لانج كاباسيتي اقصى كميه اقدر استنشقها من الهواء. طيب هل انا اقدر اتنفس او اخرج زفير من الهواء يعني بعد البيز لاين اللي هو بتاع الطايده الفوليوم؟ اه طبعا برضو، بس هو بيبقى اقل، هو هنا اسمه الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. طيب ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ ان انا في الانسبيريشن بوصل للماكسيمم، في الاكسبيريشن لا، بيفضل فيه جزء محجوز في اللنج، لان اللنج ما بتوصلش للصفر في الحجم، بيفضل فيها جزء محجوز ما بيخرجش الا لما اللنج دي تخرج من الشيست وول اصلا، اسمه الريزيدوال فوليوم. الحاجات دي معروفه بس احنا بنراجع عليها يعني، لو حد عارفها وكده ما يتضايقش يعني، هنخش بعد كده في الاستخدامات على طول. طيب الفوليومز اللي انا قستها دي بالجهاز، لو انا جمعت اكتر من فوليوم مع بعض اصطلحنا عليه انه بيبقى اسمه كاباسيتي الساعه. يعني على سبيل المثال مثلا التايدال فوليوم اللي هو اللي بالازرق ده، لو جمعت عليه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هيطلع لي حاجه اسمها الانسبيراتوري كاباسيتي. برضه كذلك بالمثل،
لو انا بقى جمعت الانسبيراتوري التايدال فوليوم الانسبيراتوري فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هيطلع عندي حاجه مهمه جدا اسمها الفيتال كاباسيتي. دي لها استخدامات كتير بقى في البلمونري فانكشنز، اللي هي ما بين اقصى نقطه فوق لحد اقصى زفيره اقدر اخده، واللنج بتوصل لاقل فوليوم فيها. طيب لو جمعت على الفيتال كاباسيتي دي الجزء اللي فاضل، قلنا على الريزيديوال فوليوم، ده هيطلع لي حاجه اسمها التوتال لنج كاباسيتي الساعه الكليه، وده اللي بيقيسها زي ما قلنا الجهاز ده. طيب دي طبعا الديفينيشنز بتاع الفوليومز اللي قلناها، ودي الكاباسيتي زي ما شرحناها كده، مجموع فوليوم يعني 2 فوليوم او اكتر. طيب ايه بقى البلمونري فانكشن تيست بالاضافه للجهاز اللي اتكلمنا عليه بالسيزموجراف اللي بقيس بيه اللانج فوليومز؟ في كمان الاسبيرومتري، في حاجه اسمها الديفيوجن كاباسيتي دي ال سي او، سي او دي اختصار لكربون مونوكسيد، وهنعرف ليه بنستخدم الكربون مونوكسيد في ان انا احسب الديفيوجن يعني. طيب البلمونري فانكشن تيست في العموم استخداماتها، معظم الاسسمنت بتاع اللنج ديزيز هلاقي داخل فيها الجزء بتاع القياسات دي. طبعا الناس اللي بتعمل اللي بتتعرض لاكسبوجرز في الورك بتاثر على اللنج، بعمل لهم تيست قبل او اثناء يعني قبل الوظيفه وما بعدها لو حصل مثلا امبيرمنت او ديسابيلتي، وابدا اقارن بينهم واشوف اللنج اتاثرت بنسبه قد ايه وهكذا يعني. كذلك مثلا في الازمه لو انا عايز اشوف الافكت بتاع الدراج اللي انا بديه برونكو دايليتور برضه بستخدم فيه البلمونري فانكشن وهكذا يعني. هنا دي يعني مديني اكزامبلز على ازاي الميجرز دي ممكن انا استخدمها في ان انا احدد اللنج فانكشن. قبل ما نقرا الجدول ده هنتكلم شويه عن السبايرومتري. السبايرومتري ده بقى بيختلف عن الجهاز اللي فات ان هو بيقيس الفورسد اكسبيريشن. المعروف يعني ان عمليه الاكسبيريشن اللنج بتخرج معظم الهواء اللي بداخلها في اول ثانيه من عمليه التنفس النورمال، يعني بنسميه فورسد اكسبيريتوري فوليوم ان فيرست سكند، حوالي 80% تقريبا من الكونتنت بتاعها، وبعد كده بتكمل ال 20% في الباقي التايم بتاع الاكسبيريشن. طيب ايه قيمه التيست ده؟ ان هو بيقسم لي لانج ديزيز لاثنين كاتيجوري كبار جدا، اوبستراكتيف ديزيزز وريستريكتيف ديزيز. طيب ايه الباترن اللي انا هشوفه في حاله الاوبستراكتيف؟ ان الاكسبيريشن بلوكت، انا اتخيل بالونه كده بتخرج الهواء من داخلها وفي عائق في المسار بتاع الهواء، فهيبدا الهواء ده يخرج ببطء، فالكيرف ده كانه هيتمدد كده في التايم، فالكميه اللي كانت بتخرج في تايم معين هتخرج في تايم اكبر، وبالتالي انا هلاقي ان كميه الهواء اللي هتخرج في اول ثانيه هتقل، وبعد كده عشان اوصل بقى ان انا اخرج كل الهواء اللي في اللنج باخد وقت اطول. طيب في الريستريكتيف، لا الريستريكتيف المشكله بتبقى معكوسه، انا بتخيلها كانها بالونه مثلا جوه ازازه، الازازه دي بتعمل ريستريكشن للتمدد بتاع اللنج، فما بقدرش في عمليه الانسبيريشن ان نوصل للفول لنج كاباسيتي، وبالتالي انا اللنج هنا حجمها هيبقى صغير فكل القيم هتبقى صغيره، يعني هي كانها نورمال كيرف بالظبط بس قل في الحجم، برضو معظم الهواء هيخرج في اول ثانيه والباقي هيكمل في بقيه التايم. ده رفلي كده الاسبيرومتري بيستخدم فيه، ودي نفس الفكره بس برسمها بشكل معكوس، يعني هنا برضو ده النورمال بيخرج معظم الهواء في اول ثانيه وكذلك بكمل بعد كده في الباقي بلاتو، لو في ريستريكشن هي نفس النورمال بس قليت في الاحجام كلها، لكن لو في اوبستراكشن لا التايم بقى هو اللي بيزيد. طيب في جزء تاني هو مذكور في الكتاب يعني بس ملوش استخدام عندنا، ان انا بعمل حاجه اسمها سلو فايتال كاباسيتي، بقيس بيه لو الفورسد فايتال كاباسيتي دي قليل، فانا بعمل اكساليشن او خروج الهواء ببطء عشان ما يحصلش اير ناروي، ودي ليها استخدامات يعني في الريستريكتيف لانج ديزيز محدوده شويه. ده طبعا شكل الريسبيرومتري، جهاز يعني يعتبر بورتابل ومفروض ان هو يبقى
عندنا كلنا يعني لما بنيجي نعمل assessment lung function. طيب زي ما في فرصه اكسبيريشن واحنا اتكلمنا عنه من شويه، في برضه فرصه انسبيريشن، وبرضه ده ليه استخدام محدود لما يكون عندي مثلا حاجه زي الفوكال كورد باراليزس، بقيس بيها باسس لانج فانكشن لو انا عندي اصلا اوبستراكشن زي كده، فبستخدم الفرصه اكسبيراتوري مانوفر انسبيراتوري مانوفر. من استخدامات الاسبيرومتري تاني في الازمه ان انا لو اديت برونكو دايليتور ثيرابي اقيس قبل ما اديه وبعد ما اديه، لو حصل انكريز في فرصه اكسبيراتوري فوليوم في اكتر من 12% او 200 مللي لتر او من 10 لتر، معناه ان الريسبونسيفنس كويس بتاع الدرج ده. لو ما حصلش ببدا اشوف بقى الكوخ. برضه في حاجه اسمها ميتاكولين تشالنج تيست، لو انا عايز اعمل تريجر البرونكوس بس، معناه ان البيشنت جاي لي في نورمال سيتويشن بس هو ازماتيك، ممكن استخدم التست ده بس هو ليميتد برضه عشان ممكن يحصل منه كومبليكيشنز يعني. طيب اخر حاجه في موضوع الفوليوم دي يعني جزء فيزيائي شويه، حاجه اسمها الفلو فوليوم لوب، ودي برضو لولا انها مذكوره في الكتاب ما كناش هنقف عندها كتير يعني. هي باختصار الفلو فوليوم لوب ده انا بعمل بقى علاقه، برسم علاقه ما بين الفلو وما بين الفوليوم. الفلو اللي هو ايه؟ هو مرور الهواء في الزمن، كميه الهواء المر في سطح او في حجم معين خلال الزمن. برسم علاقه ما بين الفلو وما بين الفوليوم. طيب لو في نورمال لانج بعمل الانسبيريشن في نص الكيرف من تحت والاكسبيريشن في نص الكيرف من فوق، في النورمال انا المفروض هفترض ان انا بادئ من الصفر، الفلو صفر، يعني حركه الهواء جوه الريسبيراتوري سيستم عند اقل مدى ليها، وبعد كده يبدا اللانج فوليوم يزيد اثناء الانسبيريشن لغايه ما يوصل لاقصى حاجه. الفلو هنا هنلاحظ ان هو عمال يزيد يزيد وبعدين يرجع يقل، دي اي حد ممكن يلاحظها لو تابع عمليه الشهيق. اما بوصل للنهايه برجع احسب الاكسبيريشن. طيب الرسمه دي دايما يعني عشان برضو تنويه انها في كتب بترسمها التقاطع ما بين الواي اكسس والاكس اكسس هنا بتبقى عند الصفر، نقطه الصفر، وفي كتب تانية بتعمل التقاطع عند اقصى حجم فبيبقى الصفر هنا موجود هنا زي الرسمه دي كده. انا هنا المفروض ببدا من عند الشمال من عند اليمين، وابدا الفوليوم يزيد يزيد وبعدين لغايه ما يوصل لاقصى حجم، بعدين يبدا الانسبيريشن، يخرج معظم الهواء في اول ثانيه فالفلو بيزيد جدا وبعد كده يبدا يخرج في باقي التايم. ده الشكل اللي هيترسم في حاله النورمال باتر. طب هو هيفيدني بايه الفلو فوليوم لوب؟ برضه ان انا هقسم الديزيز الاوبستراكتيف والريستريكتيف. لو في variable extra-thoracic obstruction، ودي أنا ممكن تجاوزاً أسميها restriction. extra-thoracic يعني حاجة بتحجم اللنج منها توصل للفول كاباسيتي بتاعها. هبقى متوقع إيه؟ النص اللي تحت ده هو بتاع الانسبيريشن، هتوقع إن الانسبيريشن هيبقى الحجم أو الفلو فيه هيقل خالص، فهيبقى شكل الكيرف بتاع الانسبيريشن كده. الاكسبيريشن مش هيتأثر كتير، هيخرج برضو معظم الهواء في أول ثانية والفلو هيزيد جداً وبعدين يرجع يقل. انا اقدر اعتبر ده اسمه restrictive pattern يعني. بس هو هنا variable، هنوضح ليه variable يعني. variable intra-thoracic obstruction هنا هو الobstruction اللي احنا عارفينه، في عائق في مسار الهواء، فانا متوقع ان المشكله هتحصل فين؟ هتحصل اثناء الاكسبيريشن. الاكسبيريشن هيحصل عادي خالص، هيبدا من عند الصفر ويزيد لحد اقصى حجم بعدين يخرج بعد كده ببطء. لو في حد عنده سؤال او حاجه ممكن يقاطعني عادي، ما فيش مشكله، عشان نتاكد ان الجزء واضح يعني ومفهوم. تمام. الاكسبيريشن هيقل، الفلو هيقل خالص في الاكسبيريشن، فيبقى ده شكل الكيرف حاله الاوبستراكتيف لانج ديزيز. الفيكسد اوبستراكشن انا هعتبر ان هو مشكله في الاثنين يعني، انترا واكسترا ثوراسيك. دي حاجه زي التيومر مثلا، لو في تيومر كبير هيحجم اللنج في انها تزيد في الحجم، وفي نفس الوقت هيبقى عامل اوبستراكشن للاير واي، فشكل او الباترن بتاع الفلو فوليوم لوب كل الفلو هيقل في الحالتين، سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن، وكذلك الحجم. الحجم ده قليل على فكره، حجم اللنج هنا اقل من الحجم النورمال اللي احنا شفناه.
النقطة دي واضحة كده ولا لا؟ واضح يا دكتور، ان شاء الله كويس بالنسبه فور مي يعني، مش عارف دكتور باقي معلش سمات ممكن نعيد آخر باترن بس؟ اللي هو الفيكسد. اه بالظبط. ايه اللي مش واضح فيه طيب؟ انا ما فهمتش الفرق بينه وبين النورمال. الصغير في الحجم، نلاحظ النورمال اهو، نورمال باترن ده، البيك ده، والفلو. فلو يعني سرعة مرور الهواء في على أي مساحة أو أي مساحة سطح. الفلو زي ما قلنا قبل كده إن هو بيبقى بيفضل يزيد يزيد ويخرج معظم كمية الهواء في أول ثانية، بعد كده يبدأ يخرج الباقي، الفلو يقل بقى. المنظر ده مش بيحصل عندي لو في عندي فيكسد اوبستراكشن. فيكسد اوبستراكشن ده يعني كومبايند، عندي حاجة قافلة مسار الهواء زي ما قلنا، تخيلنا شكل البالونة اللي قبل كده اللي ليها مسار، والمسار ده فيه اوبستراكشن، فمعناه ان الاكسبيريشن مش هيبقى واخد راحته، فالفلو هيبقى بطيء جدا، الهواء اللي هيخرج هيبقى بطيء، فده بطء. معنى ان الكيرف يوطى كده يبقى معناه ان في بطء في خروج الهواء، وكذلك برضو في الانسبيريشن نفس الحكايه. اللنج مش قادره تتمدد لاقصى حد ليها، احنا قلنا ده حاجه فيكسد زي تيومر مثلا، مالجننت تيومر بيبقى سوليد وهارد زي ما بيقولوا كده مكتف في اللنج يعني، فبرضه الفلو فيها بيقل اثناء الانسبيريشن، فبيبقى كومبايند الفلو بيقل هنا وبيقل هنا. واضحه تمام كده؟ وصلت كده. اه شكرا جدا. اخر حاجه في الحاجات اللي بنعمل بيها اسسمنت اللنج فانكشن، الديفيوجن كاباسيتي، اللي هو بقيس بيها ثالث عنصر من عناصر عمليه الريسبيريشن، ديفيوجن اكروس الممبرين يعني. طيب انا بستخدم هنا يعني جاز يكون الافينيتي بتاعته عاليه جدا للهيموجلوبين اللي هو الاول اكسيد الكربون، عشان اتجنب اي عوامل تانية ليها علاقه بالبلد يعني. انا لو جيت اقيس دايما، عشان اقيس عمليه الديفيوجن بقيسها اندايركت، لو جيت اقيسها وانا عندي مشكله في الهيموجلوبين هتطلع عندي فولس بوزيتيف ريزلت، فانا ده عشان اتجنب الحكايه دي مش بستخدم الاكسجين مثلا، الاكسجين فاريبل، انما اول اكسيد الكربون لا، الافينيتي بتاعته تقريبا 200 مره قد الاكسجين، ودي حتى بنعرفها بعد كده في السي او بويزنينج، ان انا ازاي ببقى عايز ادي الاكسجين اندر بريشر عشان اتخلص من اول اكسيد الكربون ده، لانه الافينيتي بتاعته اعلى بكتير من الاكسجين. فهو ده الجهاز اللي انا بستخدمه في ان انا اعمل اقيس الديفيوجن كاباسيتي. طب ايه هو ميزته يعني، انا ايه الاستفاده بتاعت التست ده لما هاجي اعمل مثلا فلو فوليوم لوب زي اللي قلنا عليه قبل كده، وبدات اعمل كاتيجورايزيشن واقول ان ده والله اوستراكتيف لانج ديزيز. لو انا اللانج ديزيز ده انترنسك يعني في اللانج بارينكما، هلاقي ان عمليه التفيوجن دي هو الممبرين او الاردس مثلا اللي هو الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، الحاجات اللي عملية الاكستشينج دي بتقل، فهتوقع ان التست ده هيطلع يبقى ديكريزد عن النورمال فاليو. التست ده يعني هيفرق لي الانترنسيك لونج سيز عن الاذر باترن اوف ريستريكشن. احنا قلنا الريستريكشن ممكن يحصل مثلا بسبب ان في مشكلة في شيست وول، حد اوبيز مثلا، انا لو عملت له التست ده هلاقيه نورمال، الديفيوجن ما فيش مشكله مع ان اللنج ريستريكتد، انما لو حد عنده مشكله في اللنج بارينكيما زي حاجه مثلا ساركويدوزيس، حاجه في الانترستيشال لنج ديزيز، هلاقي ان لا الباترن ريستريكتيف وكمان التست ده قليل. فده استخدام الرئيسي يعني. خلاص احنا كده نتجاوز النقطه دي ونبدا نتكلم عن اول موضوع مهم يعني في البلمونري ميديسن اللي هو الهايبوكسيميا. دكتور طه سامعني، انا جالي رساله دلوقتي ان هو هيقفل بعد 10 دقائق، فمش عارف الحكايه دي نحلها ازاي. ان شاء الله يعني دكتور، قبل ما ينتهي التايم بدقيقتين او دقيقه نخرج ثم نعود من جديد يعني. تمام.
نحاول نسرع شوية الباقي بقى. طيب موضوع الهايبوكسيميا، هو هنا تسمى الهايبوكسيميا عشان أفرق ما بين الهايبوكسيا والهايبوكسيميا. الهايبوكسيا معناها إن insufficient delivery of oxygen to tissues، وأنا هنا مشكلتي على مستوى التشوز. أما الهايبوكسيميا معناها abnormally low arterial oxygen tension، يبقى المشكلة إن الأكسجين قليل على مستوى البلد. طبعا هو معروف او يعني الشائع ان الهايبوكسيميا هي الفيرست كوز بتاع الهايبوكسيا، يعني طالما الاكسجين قليل في البلاد هيبقى قليل عند التيشوز. ولكن في بعض حالات لما يكون المشكله كاردياك هيبقى مش كل الهايبوكسيميا هتعمل هايبوكسيا، يعني او هتكون سببها هايبوكسيميا، يعني ممكن يكون الاكسجين في البلاد كويس ومع ذلك مش واصل للتيشوز بسبب مشكله في الكاردياك او البوت مثلا. المفروض ان البارشال اوكسجين بريشر زي ما احنا عارفين اكتر، يعني النورمال رينج من 80 ل 100. قلنا عن 80 بدانا نعتبر ان احنا كده هايبوكسيميا. برضو عشان الحكايه دي بتعمل ساعات خلاف في البلود جازس، هي هو هنا ذاكر ان مع زياده الايدج النورمال رينج ده بيقل شويه، بيتحسب بالفورمولا. بطرح من الايدج 20 سنه وارجع اقسمها على 4 واطرح الكل من 80. 80 اللي انا هعتبر اللور ليميت بتاع النورمال رينج، فهو هيبقى اقل شويه حسب السن. ايه سبب الهايبوكسيميا؟ حاجه من 5. الخمس حاجات دول هم لهم علاقه بالثلاثه فانكشنز اللي اتكلمنا عنهم في الاول، الفنتيليشن، البرفيوجن، الجاز اكسشينج. طيب في الفنتيليشن ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل هايبو فنتيليشن او يحصل لو انسبايرد اوكسجين. طيب في البرفيوجن ممكن يحصل رايت تو ليفت شنط، البلد يعدي من الهارت من الرايت للليفت بدون ما يعدي على اللنج، او بمعنى ادق يعني الكميه هتقل. او يحصل حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش، ان البلد اللي واصل لللنج مش واصل للاماكن اللي المفروض يكون موجود فيها، اللي هي اكتر اماكن ارييتد فيها هواء. ده بيسموه فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش او ديفيوجن امبيرمنت، اللي هي تالت حاجه مشكله في الجاز اكستشينج. ايه اسباب الهايبو فنتيليشن؟ ممكن اوفر سيديشن، الشخص السبيرشن بتاعه مش كويس، اوبيزيتي، حاجه عامله ريستريكشن، ودول بيستجيبوا للاكسجين السرابي. طبعا في حاجه اسمها المينيت فنتيليشن، وانا بحسب التايدال فوليوم اللي قلنا عليه في الاول خالص في معدل التنفس. يعني المشكله اللي بعد كده اللو انسبايرد اوكسجين، لو انا الفراكشن بتاع الاكسجين في الهواء اللي انا بتنفسه قل عن الطبيعي، احنا عارفين ان هو 21% هو اللي خمس الحجم بتاع الهواء اكسجين، هيحصل اكيد هايبوكسيا. طيب في مصطلح هنا اسمه الفيولار ارتيريال اوكسجين جريدينت، ده معناه ايه؟ معناه الفرق ما بين البارشال بريشر بتاع الاكسجين اللي موجود في الالفيولاي المكان اللي هو في فنتيليشن ناقص البارشال بريشر بتاع الارتيريال اوكسجين اللي موجود في البلط. الجريدينت ده له نورمال رينج، احنا مش هنخش في تفاصيله يعني، بس نبقى عارفين ان هو في الحاله هنا زي ان انا الاكسجين اللي داخل الجسم قليل اصلا، هلاقي ان الجريدينت ده نورمال، لان الفراكشن اللي البلط هياخده من الاكسجين هيفضل ثابت. انا قللت الاكسجين اللي في الهواء هيقل في البلاد، هيفضل الرينج ده نورمال. طيب في حالات بقى زي الرايت تو ليفت شنط، انا مشكله هنا عندي في البلاد، هلاقي الجريدينت ده بيزيد، الجزء اللي المفروض يبقى برفيوزد في اللنج مش واصل له البلاد كويس، فالاكسجين اللي موجود في الالفيولاي كتير واللي موجود في البلاد اقل، هتلاقي الجريدينت ده عمال يزيد، الفرق ده بيوسع. ده بيفرق لي بقى لو كانت المشكله في الفنتيليشن ولا في البرفيوجن جريدينت. كويس كده. طبعا اسباب الرايت تو ليفت شنط معروفه بقى، يعني ان في مشكله مثلا عندي والله في جزء من اللنج حصل له اتليكسز مثلا، فالبلاد هيحصل له شيفتنج مش هيوصل للمكان ده. لو عندي ماسيف بالمونر امبوليزم، مسار البلاد حصل فيه اعاقه، حد عنده بيتنت فورم الاوفال، اصلا البلود هيتحول من الرايت للليفت والدكتس ارتيوزس وهكذا، يعني يعني الكونجنتال هارد ديزيز. الحته دي او
ده الترن ده هيبقى اللي بيميزه ان الاكسجين سبلمنتيشن مش هيحسن، لان انا المشكله عندي هنا في البرفيوجن مش في الفنتليشن، فمهما ادي اكسجين مش هي البلود جازز عندي مش هتتحسن يعني. بعد كده الفنتليشن برفيوجن ميس ماتش، احنا هنا عشان التذكير احنا بنتكلم عن اسباب الهايبوكسيميا. لو انا عندي برضو نفس الاسباب اللي كانت عامله زي في الرايت تو ليفت شنط، ان البلد مش واصل كويس على اللنج بسبب ان هو بيحمله بيحصل له دايفرشن من قبل ما يوصل اصلا للمكان، ممكن هنا ان لا يبقى عندي اماكن يبقى فيها ديفكتس كده من فنتيليشن برفيوجن، ودي حاجه شهيره جدا في البلمونري امبوليزم زي ما الدكتوره ندى هتشرح لنا بعد كده الموضوع بالتفصيل يعني. ده برضو هيتميز ان الجريدينت ده عالي لان انا المشكله عندي هنا في البلط. طيب هل ده زي اللي فات مش هتحسن؟ دكتور محمد، هو بس عايزين نوضح فكره الفرق بين الفنتليشن برفيوجن والرايت تو ليفت شنط او ليفت رايت شنط، يعني هل الفرق في البلط نفسه ولا في البرفيوجن نفسه عشان الناس تفهم بس الفرق منهم، عشان الحته دي هتلخبطهم او بتلخبطنا بعد كده في البلمونري امبوليزم. ايوه بالظبط. في نرجع للجزء بتاع الرايت تو ليفت شنط. ايوه رايت تو ليفت. اول حاجه هو البلط باي باس ذا فنتليتد لانج، يعني هو اصلا اللانج مش رايح لها بلط في اكسجين كفايه. ايوه او تمام برفيوزس انون فنتليتد لانج، لانج حصل لها كونسوليديشن او كانها نون فانكشنينج يعني. بالظبط. فيبقى انا اهدرت الدم ده بعيد عن المكان اللي هو محتاجه قبل ما يرجع للسيستميك سيركيوليشن. انما الفنتليشن برفيوجن معناها نفس الفكره برضو، ان انا فيلير تو برفيوز فنتليتد لانج، ولكن احنا وصلنا هي الدم وصل لللانج بس مش قادر يوصل للايه، مش قادر يحصل فيه ديفيوجن في يعني في دم وصل لكن مش قادر يحصل ديفيوجن للاكسجين جوه جوه البلط. مظبوط كده. ايوه بالظبط. وعشان كده الفرق هنا ان هو هيتحسن بالاكسجين سبلمنتيشن مش زي اللي فات. تمام. لو انا زودت الفراكشن بتاع الاكسجين في الانسبايرد اير هيحسن الديفيوجن، وممكن الفنتيليشن برفيوجن بس ماتش ده يتحسن. تمام قوي. تمام. اخر حاجه في الميكانيزمات بتاع الهيبوكسيميا قبل ما الفيديو يقفل، يعني الديفيوجن امبيرمنت بيحصل ديكريز الديفيوجن اوف جاز اكروس ذا الفيلار كابيلاري ممبرين، ومعاها زي ما قلنا قبل كده الدي ان سي او اللي هو الديفيوجن اوف الكربون مونوكسيد، هيبدا يقل جدا لان الممبرين اللي بيحصل عليه الديفيوجن حصل فيه سيكنس مثلا او حصل فيه ديستراكشن بشكل ما يعني زي الانترستيشيال لانج ديزيز. وهنلاحظ برضو ان الجريدينت اللي اتكلمنا عليه ده بيزيد لان كان انا عملت حاجز او فاصل ما بين الالفيولاي والارتريس، وكذلك ده هيتحسن برضو السبلمنتال اكسجين علشان انا بحاول اعمل فنتيليشن للاماكن اللي لسه شغاله لما حصلهاش كومبليت ديستراكشن. الديفيوجن امبيرمنت برضه بيتحسن بالسبلمنتال اكسجين، الوحيد اللي مش بيتحسن الرايت تو ليفت شنط. لو حابين نفتكر حاجه زي كده هنكمل بقى لاحقا، الفيديو هيقفل ونستكمل من الجزء ده سيمتومز والساينز بتاع الهايبوكسيا. إذن إن شاء الله يعني كما تكلم الدكتور نخرج جميعا ثم نعود على نفس الرابط إن شاء الله.